نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ترأس سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، ترأس وفد مملكة البحرين المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وأكد سموه حفظه الله على ما يمثله هذا المنتدى العالمي من أهمية لمواصلة تحقيق النجاحات التنموية، منوها سموه بأن مملكة البحرين حريصة دوما على تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم كافة جهود التطوير والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ما تحقق للمملكة من منجزات عديدة خلال المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأشار سمو الشيخ عيسى بن سلمان إلى أن الأمن هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية التي ينشدها الجميع، مؤكدا أهمية استمرار إيجاد السبل الكفيلة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لما له من انعكاسات كبيرة في تحقيق تطلعات الشعوب المتمثلة في مستقبل أكثر ازدهارا وإشراقا، منوها سموه بالدور المحوري الذي يطلع به الشباب لتحقيق تطلعات الأوطان عبر خبراتهم ومهاراتهم المختلفة بما ينعكس على تنفيذ كل ما من شأنه تحقيق التنمية المستدامة.